زمان ما يقومون بنا شيء، ما أقول لك أسعان بهذه الطريقة. وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالمتتبعي الكرام، كيف الحال والأحوال؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. أولا وهو قبل كل شيء، دير واحد جيم، دير واحد تعليق بما تراه مناسبا للفيديو. ثانيا، الجزائر مسكين، أينما حل أو ارتحل يبقى جزائر. بهذا الخضر بالريش ولا خضر هذا عاش حياته كلها خارج الجزائر. عاش في السبليون لأنه كان محلل في إنسبور، عاش في قطر أغلبية الحياة ديالو عاش ما بين إسبانيا وقطر، وللأسف الشديد رجع مؤخرا إلى الجزائر وظهر في الشرور الجزائرية ثم تحدث بحديث لا يليق بمقامه وبسمعته الإعلامية. ولكن للأسف الشديد نعرف أن من يريد أن يرتمي في أحضان تبون وشنقريحة والمجموعة ديال العجزاء لا بد أن يكون المغرب. شوف كيف علق على المغرب، شوف كيفاش كيتهم المغرب. قال لك أسيدي من هو من ضمن كلامه، قال لك أن المغرب ذهب إلى كأس العالم يعني بالكواليس والكلاسة. واش كنسجلوا الأهداف بالكواليس؟ ما عرفش أنا هذا الكلام ديال هاد الجزائريين، ما فهمتش أنا هاد الجزائريين كيفاش كيفكروا، كيفاش الدماغ ديالهم كيفاش. المهم على أيين، خليكم مع الفيديو شاهدوا ماذا يقول هذا البعبوع الأخضر بالريش. ولا أخفي سرا أن أقول بأن كل المنتخبات تستعمل الكواليس، حتى الجزائر كل استعملنا احنا ايضا الكواليس، لان هذا يدخل ايضا في التسيير اللي ذكرته منذ لحظات. يعني مضطر تلعب اللعبه، مضطر اذا لم تلعب يلعب عليك. انت مضطر، يقول لك شخصيه قويه مدركه تعرف القوانين، لا تصل بالحكام يعني. وهذا من بين اللعبه، جيراننا يقومون بنا شيء، لا اقول لك اسعان بهذه الطريقه. وهذا جيراننا يقومون بنا شيء، لا اقول لك اسعان بهذه الطريقه. وهذا ليس سرا، يعني معروف في افريقيا حتى في منتخبات. يعني انا حتى الان لم اعظم كيف الكاميرون تاهلوا لكاس العالم، يعني انا حتى الان لم اعظم كيف الكاميرون تاهلوا لكاس العالم. مهما يقال بعد مهما يقال قسما وما مهما يقال حتى ربما مش هو، ممكن واحد ثاني من برا، لكن كيف لم نتاهل حتى الان لم اعظمها بصراحه. يعني نكسى الكره، يعني كان منتخب ممكن يذهب بعيدا، احنا ممكن كنا نروحوا نهائي كاس العالم. المنتخب اللي كان عند الجزائر كنا ممكن اكثر من المغرب، نروح نهائي كاس العالم. المنتخب اللي كان عند الجزائر كنا ممكن اكثر من المغرب، نروح بعيد لان كان عندنا كل الامكانيات. كنا في كاس العالم 30 ثانيه، كنا في كاس العالم، لكن في شيء حصل في تلك المباراه لا ادري، قد يكون من اللاعبين، قد يكون مدرب، قد يكون من الحكم، قد يكون من الكاف، فقدنا الكواليس، قد يكون من يعني احنا قد يكون من يعني احنا لم نعرف كيف نلعب المباراه الاخيره.